هاد البقر سبحان الله العظيم شو الكرون ديالهم كي دايرين، شو هذا كرونو كرونو داخلين ليها في راسها، شو هذا كرون تبارك الله. هذه البلاصة اللي عشت فيها في المدينة هذه سميتها كاتيما، هذه البلاصة ناميبيا هذه، وهذيك البلاصة اللي من وراها هذيك زامبيا. بارح ناس و ناس في ناميبيا وبنادم برزتنا في زامبيا سكران وموسيقى على الجد. هاد الواد فيه فرص النهر بزاف، كيبقى نهار كامل وكي كيشخر. دابا غادي نمشي للحدود، كاينه 6 كيلومتر غادي نوصليها ونتمناو الامور تدوز بخير. فار اليوم هو النهار الاخر ليا في ناميبيا، وقيلا هاد الكاس قيلا كاع هاد النهار زدت واقع الحدود، بقيت دخلت نهار 4 ونخرج نهار 4، يعني وقيلا عطيني 90 يوم، وقيلا خصني نخرج نهار 3، ولكن نهار ما عندو مي. وعليكم السلام. هيا هيا 90 دايز 90 دايز هاي 4 ابريل، يعني خصني نخرج 4 3 في شهر 7 ولا 4، يعني اليوم هو النهار، اليوم هو النهار الاخر. نتمنوا في الحدود ديال زامبيا ما يعكسوش معايا، لحقاش كما قلت لكم ما عنديش الفيزا، وفيزا كتخاد اونلي للمغاربه الاوروبيين اللي كياخذوها في الحدود، وكنتمنى يتعاملوا معايا مزيان ما يرجعونيش ولا شي حاجه، ولا نبداو نفكروا في شي طريقه اخرى اللي ما اللي ما مزياناش. الله عشان نوصل الحدود وندير شي فيديو عشان دابا وصلت الحدود. هذه هي الحدود زامبيا ناميبيا، كاميوات كيتسناو يدخلوا لزامبيا حتى هما. غرياج تما كاين البوليس، يعني ممنوع تصور، هاديكم ممنوع تصور. راسين وصلت تما عاود ندير شي فيديو. كارسين دابا ان تي ان باش نتكونيكتاو. Just coming out. Okay, but waiting for it to come out. Ukraine. Ukraine and porridge. الغدا في زامبيا، الصباح فطرت في ناميبيا ودابا في زامبيا، وقع لي بعدا بلان في الإيميغراسيون ديال زامبيا، ما بغاوش يخلوني ندخل. قالوا لي بلي راه خاصك تاخذ فيزا من السفاره، من السفاره ديالهم، ولا تجيب لنا شي ليتر من السفاره ديالكم ديال المغرب. ما كاينش السفاره ديال المغرب، ما عندنا مسير السفاره ديال زامبيا. مشيت عندهم راه ما بغاوش يعطوني الفيزا، قالوا لي راه السفير انا ما كاينش الفيزا صافي. قالوا لي لا ما بيش نقول لهم انا في الوضع راه قديتها اونلاين وهادي، وباقي ما جاوبونيش لانهم غيقول لك راه ما غيقول لك انت ما قبلوكش، يعني ما يبغوش يخافوا، فهمت؟ الاخرين ما قبلوش اونلاين يعني انت هما ما يبغوش يعطوك.
صافي حتى قالوا لي الناس ما حلينا وهذا صافي لخرونا نقول لهم قلت لهم راني خلصت فلوسي وهذاك الشيء اونلاين ما عطانيش الفيزا ما جاوبونيش ورقيه كاملين كاينين صافي ويقول لي واخا وريني الريسيب ونجبد ليها الريسيب ها هو صافي يتشدو دخلت هذيك النمره وهذيك يكون هذيك الرقم النمره ديال باش خلصت هذاك الشيء صافي دخلها جوم واحد الماكينه وهي عرفنا صافي عرفتني راه خلصت هذاك الشيء صافي وهي تقول لي ها هو خاصنا هادشي راه شي ساعه اكثر وانا كنتسنى فيهم صافي تشد وبعد علاش هما بعدا رفضوا في الاول كي دخلوا ملي عطاتو الباسبور هاي كازو داغيه 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 هاي كازو كل مرة كيخرج عندي واحد كازو داغيه هاي عرفتهم شافوا عربي وكذا وهم كازو قالوا هذا داغيه إرهاب وش بينه في إرهاب ضحية حياتنا ما فهمتش على زينا 100% تما صافي خرجوا ما قالوا لي لا اونلاين لا والو لا ممكنش تاخذ فيزا يا فين جيت قبل ما خلصت فلوس هذه وما عندي عندي الروسي وكذا وهذه صافي وانا من قلت لهم صافي بغيت نتسنى بقيت كنتسنى بقيت كنتسنى في الاخر بغيت طبع لي صافي يا وين كنت ومع دابا جا الفيزا ما يمكنش يرجع التمر ما يمكنش يرجع ناميبيا قلنا حنا ماشي سوقنا لانه الفيزا ديالي وفات ديال ناميبيا صافي يعني ما عنديش الحق انني نعاود نرجع لها عندي غير دخله وحده ارجع عندهم ما عقلوش عليا يقول لي خصك تمشي السفاره ديالنا في انا في زامبيا وزامبيا ما يمكنش تبقى في هذيك الحدود بيناتهم صافي بقيت ولا غادخل حارق تدخل حارق ساهله باش تدخل حارق ولكن ما تبغي تاخذ شي فيزا ديال جنوب افريقيا ولا شي حاجه كيطلبوا لك الفيزا ديال باش تدخل شي هنا زامبيا ولا دابا الماكله شي باش هي كرهان بين زامبيا في المكان مزيان شافو هذا باور مود اقولين هذيك لا قلت هاد الناس من الصوماليا الصوماليا لان تامين هنا في زامبيا في سوكو كاميو وين are you from الصوماليا coming from from بوتلاند Last, Yeah. But they have Somalia land and Somalia. Somalia.100% All of them. One language. One church. Uh-huh. One color. Not different color. There is Sunni. 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 Yes. Sunni. And how many people?
How much is it? 24 million. 24 million, yes. Then you're all over the world, your country. You stay any country. Yeah. Any country you stay, Europe, America, Sweden, Denmark, Holland. They stay in Somalia. They stay in Somalia. You're working. You're working in Somalia. These people, you're working. Yeah. It's not Somalia, you're a thief. It's not robbery. Just because even you come in Zambia, these people, you're working. Yeah. It's not stealing something. Yeah, because in television, I say Somalia, there is just war. And it's true. It's true, yes. There is war. Yes. Okay, now you're finished. Before this soldiers. Yeah. You make it group to group. Yeah. Then you win one group, you are going to down. Now you are finished, it's war. Now it's peace. Now it's peace. Now it's peace country. How much? Three zero. Question. Question. This one is 10-5. Yeah. اه دي سيس فايف نشروها هنا يا سي بابا الكيلومترات الاولى في زامبيا بعد ما ودعنا ناميبيا الحدود دائما ملي كتوصل ليها خاصك تبقى راد البال هنا وهنا وكيكون فيها بنادم كثير كاين نصابة و فاش كتبغي عاوتاني تصرف الفلوس مثلا ملي كتكون عندك فلوس ديال ناميبيا وغتدخل زامبيا كتبغي تحولها ف كيبغيو ينصبو عليك خاصك ديما تكون عندك واحد لابليكاسيون باش يكون تيكون نوار داكشي يعني كتشوف انت ديك لابليكاسيون كتكون ديما يوميا كتاكتواليزا يعني كتشوف شحال هكا مثلا 100 درهم بغيتي تحولها الفلوس ديال الجزائر كتدخل كتكتب المغرب شحال كدير لاصوم 100 درهم كتكتب 100 درهم كيعطوك شحال خاصو يعطيك في الفلوس ديال الجزائر ودائما كنلقاهم باغيين على صبالي دائما خاصك تقدر على شحال من واحد الله باش تجيب تحاول تجيبها قريبه شويه لهذاك الثمن لكن لانه ما يمكنش يعطيك هذاك الثمن ما غيصور معك والو هذا هو زامبيزي ريفر اللي قاسم ما بين زامبيا و ناميبيا وغادي حتى تيخوي حتى فيكتوريا فالز على ما اظن فيكتوريا فالز اهو هذيك البلاصه هنايا هي فين كنت ناعس البارح ناميبيا هادشي زامبيز تفر اخرى هادي اول مدينه في زامبيا سميتها سيشيكي صراحة مع دخلت لزامبيا واخا يعني مدينة حدودية فبالي بأنه هنايا بنادم اكتيف
كيتحرك يعني خدام وداكشي عكس، ولكن هادو راه كثير عاوتاني. هنايا كاينين تقريبا وقيلا شي 15 مليون هكاك، ما بين 13 و15. فهنا بنادم يعني مروج عكس ناميبيا. Thank you. What's your name? Huh? Mundin? Moviana. Moviana? How old are you? 12 years. 12 years. Wow. Yes. That's good. And which grade in school? Six. Yes. That's good. نهار الثاني في زامبيا، بعد ما فقت في الصباح مع عند هذوك الناس اللي كنت بيت عندهم جماعه الخيمه مسعيد، بغيت نتحرك وما عطوني واحد شويه ديال العسل الحر عندهم بزاف كي تجيبوهم من الغابه، وكمل الطريق. دابا هادي راه مع الكاميرا كديشارجي ليا، هادي دابا الجوج لاروب كانت ضربتني واحد دخلت لي العيني واحد دبانه كبيره البارح، بانو ولا ما شنو هي، عيني دابا حمراء كضرني. ودابا ضربت تقريبا شي كدا 30 كيلومتر دابا جوج لاروب. فرق كبير ما بين الكودرون في ناميبيا والكودرون ديال زامبيا. ناميبيا ما يمكنش تلقى شي حفره واخا غير صغيره، ما تلقاهاش والو، كلشي ناضي، طريق مقاده زربيه. هنا الطريق عامر غير حفاري، هو الطريق الرئيسي هي اللي كتجيب من ناميبيا كتدخل زامبيا. والو مكرفصه، كيدوزو من الرميك بزاف. تقريبا 20 لتر بشي 35 درهم الخلة. Do you understand? No, I speak Arabic. Let's see. Aki door. سخفني. وقعت لي كياسه دابا، وكاين شوك بزاف هنا في الشانطي. دابا كانوا عطاوني واحد الناس هذا البرودوي، هذا كديرو في كتخوي في الشومبرير وكتولي البياسه كتصوب وحده، واخا توقع لك بياسه كتولي يعني ما كيبقى الدور بحال هكا، داك الماء وسطا كيبقى قاد لك البياسه. كتعمر هاد القرعه هادي كتخويها، كتعمر كتخوي هادي، كتخويها في هاد الصغيره، هادي كتعمر بها شومبرير، كتخويها في الشومبرير. غنوريكم الطريقه، كتخويها في الشومبرير وكت صافي كتبقى تدور فيه. تتصايب غنجرب هاد دابا، هاهو كاينه هاد البياسه هادي باش كتحل هذا الفالف هذا، لانه خاصه يتحل. انا واش شانطي لانه كاين الشوك، والله شا وجبنا هذا الفالف. دابا نخويو هذه، وراني معاك اليوم، وراني معاك اليوم.
God. بعد ما خوينا ديك القرعه كامله غنرجعوا دابا هاد الفالب هذا وغادي نزيروه كما كان بهاد الليبري. هو نورمالمون هاد برودوي هذا كيدار حتى لهاد الشومبراج وكيدار من الاحسن كيدار للبنو تيبليس. دابا زيرناه دابا غادي نبقاو غادي ندخلوا البنو بعدا غادي ندخلوا البنو غادي نفخ البنو دابا تشمشت لنا الفيديو بزاف غنفخ البنو ونجرب ونقول لكم شنو كاين. برا ركبت هذاك وديت نفخ الشرويده غادي نجربوا واش البرودوي مزيان ولا لا وينفع بحال هكا الا كان شي زربان مزيان لان هاد البنو عندي اصلا انكروفابل كنت برجع عليه من ناميبيا يعني ما دابا تقريبا 3 شهور ما عمرو دار لي شي بيزا سي شهور خايس مشي هاي تبادلت بيه كان عندي واحد البنو وعطيتو لواحد السيدة سيكليسة كحد حد الدري كتقعد في الكالات ما فيش مشو عندها وهي تقول لي صافي عطيتها ديالي هذاك اللي كنت شريته وما خدمش ليا عطاتني هذا سي اس تي زوين. دابا نجربو واش غادي يتبيس ولا لا غنشوفو تبيس غادي نقولها لكم. صالور باقي ما كملتش 5 دقائق باش قادين القديميه. دابا جات بياس لور اصلا البنو بحال مفرقع شراك ندير هذاك برودوي لور هنا هو كيخرج بيض يعني خصني دابا نحل هذيهم نقادها دابا نحيد نشوف شي بلاصه نقاد فيها بياسه. هاي واحد بياسة هادي في الاخر البنو لور ما كنت دير فيها البرودوي قبل مني الله كانوا عطاو لي دوك الناس جربتو ها هو من بياسة شتي من كيخرج داك البرودوي انا خصني نعاود نصايب بياسة بالسيليسيون اللي كاينة هادي البياسة الأولى صايبتها. دابا هاديك التقبل عندنا في هاد البنو لحقاش عندنا البنو سكور ولكن تا هو فيه تا هو فيه تقبل بحال هادي يعني كيبقى يخرج من الشومبرير فعندي واحد الشومبرير مخدامش في هاد الفالب هدا وتودر ليا وفيه أصلا بزاف ديال البياسات وتودر ليا هاديك ديالو فغادي نحلو وغادي نديرو في البنو هو الاول نسخو مع البنو عاد ندخل الشومبرير وغادي نجرب غالبا هاد القضيه غتخدم مزيانه وما ما غاديش تبقى تجيك بياسات بزاف غادي ينفع مزيان. راه قديت دابا البياسه ولكن بقى خارج من هنا واحد شويه ولكن كاين بعدا هذاك الشومبرير اللي يعني اللي درت هو راه مشاط منه هادشي هذا يعني راه مزيان غادي ينفع. دابا راه قديت بياسة غادي نركب الرويدة ونكمل الطريق وقفت بلاصة بعدا نتغدى من بعد لأن دابا راه قريب الربعة مازال متغديتش.